يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك؟ ما حكم زيارة قبر الميت كل أسبوع وتحديد يوم لذلك؟ زيارة قبر الميت كل أسبوع طيب، لأن الميت بحاجة إلى الدعاء له، وأما تحديد يوم من الأسبوع لذلك فلا أصل له، يزوره في أي يوم تيسر له ذلك. نعم.